السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علينا يا أصحابي، النهاردة هنلعب لعبة التنانين. واحنا لو احنا طلعنا تنانين ضعفة زي ما ضغطنا على البيضة هتطلع لنا تنانين ضعفة. اقول لكم ليه؟ عشان احنا ممكن نطورهم، يعني ممكن شوفوا قلت لكم احنا ممكن نطورهم لأقوياء. حتى بصوا شايفين، يعني احنا ممكن نطورهم لتنانين اقوية. حتى التنين ده قوي، بصوا ضربته بيموت، ودوت كمان بيموت. شوفوا انا عجنتهم ثواني ثواني ثواني، ما ضمت التنين بغش. اهو بيطلعوا من ورا التنانين بتوعي. طبعا يا جماعة دي اسمها لعبة التنانين، فاحنا ممكن نطور التنانين بالفلوس بالكوينات بس. فطبعا شايفين دمت حاجات من الشوب ممكن نجيبها، بس مش قلت لكم بكوينات. خلينا نخش على مكان ايه ده، دلوني يا نهار بطاطس. فاوكي طبعا ده بتاع التطويل. يا ساتر يا عمو الوحش. طبعا خلي بالكم انا لازم احط تنانين في جنب، لان ما ينفعش اخد الاتنين مع بعض، لازم واحد واحد. يا نهار ابيض. اوب 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 اوب. لو التنانين كلهم ماتوا، حتى التنانين شوفوا والله قوية، والله دمهم قوي وهم أقوياء جدا. ده أنا حتى أنا بطور فيهم 100,000 مرة واتطوروا. أوكي يعني التنانين إيه تفنش. يا لهوي ضربة واحدة موت التنانين ضعاف الصغيرين، حرام عليك. دول لسه بياكلوا معاهم هم الاكل المام عشان يقدروا يعيشوا وانت بتموته، والله حرام عليك. بصوا قاعدين بياكلوا، يلا سيبهم ياكلوا يلا. مصمم دماغه ايه، نشفة. فطبعا يا جماعة شفتم قدامكم، عم اجي بطور التنانين بتاعتي ما اجي بطورهم بيصحوا تاني، يعني لو هما ماتوا هيفضلوا مع فريد. اوبا ده في بوست بص جه الوحش ده والله. بس في وحوش كمان ممكن اجيبها بس اقوية جدا، حتى التنين دوت بيموت في ثواني. انما لو اتنين بصوركم على حد استنون بصوركم. انما لو حطيتهم كلهم كده بصوا بقى الضربات، يا لا شوف نفخهم على طول على طول. اللي بعده شفتوا، عشان الضربات بتأثر فيهم واحدة والتانية ورابعة كل الضربات. فطبعا انا كنت بلعبها من زمان، فمسحتها وطبعا نزلتها مرة تانية شباب. فانا عاوز اجربها معاكم، وكنت عاوز اوريها لكم والله. فانا ما كنتش عاوز اخبى عنكم، عشان كده عيب والله عيب. يا لهوي مرة كمية تنانين، شفتوا مش قلتلكم؟ انما بصوا لو حطيت التلاتة جنب بعض شفتوا نفهوهم. اوه انا في المستوى 34 يا حلاولة. يا لهوي شوف اذكياء والله اذكياء، دمروا التنانين كلهم. فشفتوا يا جماعة لو انا طورت التنانين كلهم الكبار بدأوا بيكبروا، لو انا طورتهم كل الصغيرين مع بعض طبعا هيبدأوا
يتطوروا ويبقوا أقوياء زي التنين ده وده. فأنا النهاردة كنت عايزة أجربها معاكم والله، فأنا كنت عايزة أوريها لكم. فهي سهلة، في أول مرحلة أنا شفت تنانين ضعفة، بس طبعا بالكوينات ديت، قصدي لأ الفلوس دهيت اللي ب15,000 كوينات، ممكن نشتري بيها حاجات من الشوب. وصل التنين ده، نعم فين والله. فطبعا التنانين ممكن تتعمل بشيء، اللي احنا لازم نجمع جواهر وفلوس وحاجات كتير. فانا طبعا النهاردة، طبعا النهاردة انا عاوزة اطور تنانيني عشان يكونوا اقوياء ويظبطوا الحياة. بس انا مش عارف في بص 5 هيعمل ايه. والله ما عارف، ده انا شفت كان طالع مرعب بالشكل اللي انا شفته. لود الطيارين فاكرين نفسهم اسمهم ايه دول؟ صح، سبايدر مان. زي ما قلتوا التنين الاخضر، والله بصوا بس انا ممكن احركه يا جماعه، ما ينفعش حتى. بصوا اما اجي بطور التنانين بيصحوا تاني، انا ما ينفعش التنين الكبير، بياخد وقت عشان اعرف اجيبه. اوه درع يا مجنون، احمي التنانين يعني، عاوز اخليهم مع بعض احسن عشان ما يموتوش. حط التنانين الصغيرين قريبين ويموتهم كلهم. شفتوا؟ ونصه سكة سكة. درا اسمه ايه؟ درا جفتاي جفتي دراي جفتي، ايه الاسم ده؟ يا جماعه انا عارف التنين ده ايه، ده كل لما اجمع التنين كلهم مع بعض بسرع وقت. ده مجمعهم كلهم عشان يحولوه وحش عملاق. يلا 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 يلا، تعجن في ده، هبقى رز بمحشي. 1600، ايه الصقر ده؟ بس ده على تنين وشكله يخوف وعنده قوة، صدوه قوي جدا، بس مش عارفة ممكن اجيبه ولا لا. ولا بقول لكم ايه، انا هنشر تنين كلهم في كل مكان. ايوه وانا قاعد اطور بقى. صح، مش تفكرون يا جماعه اطورت منه. وبصوا دمروا النص تاني، دمروا 2 3 ايه كل دول؟ طبعا يا جماعة المرحلة اللي انا فيها دي، طبعا يا جماعة المرحلة اللي انا فيها دي مش هتنتهي. اقول لكم ليه؟ عشان انتوا ممكن
تنزلوها على التليفون، هي ممكن تنزل وممكن على اللاب واللابتوب وكده، هي مش تقيلة، مساحتها خفيفة شوية بس تقيلة حبة كده يعني. أنا حاولت أخد، بس هي بتنزل في ثواني، بتاخد حوالي 100 جيجا، بس ماشي بتاخد تاتا يعني، مش واحدة واحدة بقى، هي بتاخد بسرعة يعني، هي ممكن تنزل في ثواني لو انتوا بتتفرجوا على النت. فلو انتوا عاوزين تنزلوا حاجات تقيلة تبقوا تتفرجوا على النت او كده، عشان ممكن تنزل لكم لو انتوا اتفرجتوا على النت وكده، عرفتم؟ يلا يا ايه، ارحموني، بصوا انت طورت كام تنين، يلا كلهم شوفوا الاحمر دوت بقى عفريت ما بيهيمش. شو هو بقى عفريت؟ اللي بيبقوا مع عفريت ما بيهيموش، شوفوا. طبعا عمال تقوم بتيجي تكسبهم، التنانين بترجع تاني يعني، بترجع الصحية يعني، هي بتصحى لو انتم كسبتوا. فلو انتم طورتوا من التنانين ممكن تكسبهم في ثواني يعني، في دقيقتين، 2 دقيقة. شفتم طورت في أسرع وقت عشان ما يهجموش تاني ويتهدوا. طبعا يا جماعة مدهم بتجيهم تدوسوا فكرتوني صح، متنسوش بقى باللايك يا جماعة، وصلوا الفيديو ده لمية مليون ألف لايك عشان ما موتش، ودوسوا على اللون الأحمر زي دوت، وحولوه اللون الرصاصي زي جناح الكابتن اللي قعد يرص لنا ده بجناحات يعني. يلا رف قوي، بس شوفوا الضربات بتاعه خفيفة، حتى التنين ده بيستحمل، وده انما دوت ودوت ودي ودي ودوت ومش قادرين يستحملوا، ممكن هم مش قادرين يستحملوا من الضربة. يا لهوي ده مسح الدنيا يا مجنون، ده مسحها بالكامل. يا لهوي يا تنين الجليد، اهجم ما تصبرش، التنين الازرق في احمر اضرب، التنين الاحمر اضرب انت كمان. ترى كل ده ميخا، خلينا نشوف. اوبا يا لهوي دول وحش قوية، تصدقوا؟ اها يا جماعة صدقوا، انا هفكركم على حاجة، على فكرة ان اصلا التنين دول اقوياء اللي انا شفتهم بعناية. حلولو يا ساتر، طبعا يا جماعة ما انتم تشوفوا اللون الاخضر اللون الاصفر والالوان ديت لازم تحطها في بعض زي كده، بصوا اهو اتطور بقى تنين زي ده، شفتوا اتطور هو كمان زي كده. خلينا نطور بسرعة. فواحد مكمبر ده، غير نفسك ذكي يعني، غير نشوف تدوا يا جماعة لازم احطهم كلهم جنب بعض تاني. والله كده في وش المدفع كلهم
ايوه بس كده. يا لهوي ازاي قدروا مع التنين جليدي؟ يا نهار ابيض، ايه ده؟ ايه ده؟ تمام ده اوكي. يا لهوي ب200 هيديني 100,000، و500 هيديني 300,000. يا لهوي ب20,000 ألف، ب4,000 ألف، ب1,700 ألف. يا لهوي، بقول لكم ايه، انا اتجنن، انا جننت بسبب الارقام. ايه ده؟ يا لهوي ماتوا كلهم. يا لهوي وشهم كلهم في كل الاماكن. تدوم يا لهوي، وحتى التنانين الوحوش مش قادرين ياخدوا من نفسهم. انا في المرحلة رقم 2، مش قادرين ياخدوا من نفسهم والله. ضعفة يا لهوي، ضعفة ايه اوي، مينفعش يا تنانين تجيبولي حتة كده مش من لحم تنانين يعني بحبه. بس انا صرفت 300 جابوا معايا 72. وانا خايف، انا خايف اضيعها. خلاص الموضوع خلاص. 75، 75 مش كده؟ عشان بكسب على طول. قبل كمان كيف نشوف. واو ايه ده؟ هو ده. يا كابتر، يا جماعة تدور التنين دوت اتحول لمستوى رقم 2، يعني اتحول لتنين جديد. الله روحي بجد، شفتوا اللي انا شفته؟ ايه ده بقى؟ ايه ده؟ بتاعك على تصدقون؟ ده مش التنين الجديد، ده التنين معفن. ايه ده نوتي؟ يخرب بيتك، يخرب التدريج. بس انت هتطير كل التنانين، حرام عليك. طيب انت تنقص ولا زود؟ سمي التنين ده مجنون. رايق لازم يا جماعة تركزوا عشان ما تخسروش بقى. خلي بالكم، شفتم؟ شفتم؟ عم ركز. كسب. الحل الوحيد هو فوز. ايه ده؟ هو دول جابوا لي كل حاجة في ثواني. بس اوكي معايا 120.
نفسهم يخلوا أي حاجة في ثواني راهو. عشان كده فهمت شوف لكم تطور 60,000 يا مجنون. اهو عم تطويرات بس معايا 32,000 الله يكتر خير. بس كده كفاية قوي. عاد كل ده في التطويرات اللي بلات هذا مش فاضي. لكم ايه هشوف كل واحد في ناحية. لا بلاش انا كده اتضرب جامد. اوه كسيت. اوكي يا رهوي ازاي قدروا على ده يا رهوي. ده قوي ده. عشان بيلف و حبيبت على هنا يا حبيبي. عندي تطورات جد. اها ده بيقولي ما ينفعش تمثيل. انت بتستهبل يا حبيبي يا ابني. انا محتاج تنانين. شوف انا طورت. طبعا يا جماعة لازم انجز لكم دي ما يموتوش التنانين بتوعي. لسه منزلهم طازة والله. انت فاكرة جهنمية يا جماعة اسود ده. اوكي ديت هيكلة ايه دي لا خلاص تمام كله. لكم تعلموا شوية. لكم ايه هي اللي هما ازاي بيموتوا متنين الاقوياء في ثواني. التبصيم ده بتاع الدوار. هو ده بتاع العواصف. يلا حط يا عم. Dun 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 dun.